الثلاثيه زي ما قال كابتن هاني كده هي حلم الاهلي الكبير الموسم ده بعد الدوري ودوري ابطال افريقيا. هنشوف التقرير ده في البيت الكبير ونرجع تاني نكمل مع حضرتك. سعيا وراء تحقيق الثلاثية في العام 2020 وصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي انطلاقته القوية في بطولة كأس مصر وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بعد الفوز على منافسه القوي فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1. ونجح الأهلي في الموسم 2019-2020 في الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه قبل نهاية البطولة بعدة جولات، كما حسم المارد الأحمر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على منافسه التقليدي نادي الزمالك في نهائي تاريخي لن تنساه القارة السمراء كونه الأول بين فريقين من نفس البلد في تاريخ المسابقة. وعقب التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي طوى الأهلي سريعا صفحة الأفراح استعدادا للمنافسات الصعبة التي تنتظره، وكان الدور هذه المرة على البطولة الثالثة كأس مصر بعدما حسم الفريق مقعده في المربع الذهبي لها قبل موقعة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على نظيره أبو قير للأسمدة. كانت موقعة الدور قبل النهائي صعبة أمام فريق الاتحاد السكندري القوي بكوكبة نجومه في الفترة الحالية، ولكن المارد الأحمر نجح في قلب تخلفه بهدف في المباراة إلى الفوز بنتيجة 2-1 سجلهما الساحر الجديد والمنقذ محمد مجدي أفشة ورمانة ميزان وسط الملعب القوي حمدي فتحي. وكانت روح المارد الأحمر وروح الفانيلة الحمراء حاضرة في المباراة، فلم ييأس الأهلي وظل يقاتل حتى اللحظات الأخيرة إلى أن نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89 ليؤكد عزمه على حصد الثلاثية في الموسم الجاري ومنح لقب جديد لعشاقه وجماهيره، ويضرب موعدا في المباراة النهائية لأقدم البطولات المصرية مع الحصان الأسود للمسابقة في الموسم الجاري فريق طلائع الجيش الذي أطاح بالزمالك في الدور قبل النهائي. الأهلي هو السيد المتوج لبطولة كأس مصر عبر التاريخ ب36 لقبا، ويتطلع يوم السبت المقبل بإضافة لقب جديد في المسابقة إلى دولاب بطولاته العامر بالألقاب والإنجازات.